السلام عليكم اخوتي، في فيديو جديد على القناة ديالكم استفهام عام. اليوم ان شاء الله عندنا فيديو شامل على جميع الاقتطاعات الخاصة ببريد بنك، سواء كانت خدمات، عروض، بطاقات او تأمينات. وقبل ما نبداو في الشرح، في اي تساؤل كان عندكم على الابناك المغربية او حتى الاجنبية فغتلقاو في القناة في قائمة الابناك اللي غنخلي لكم الرابط ديالها في وصف هذا الفيديو. وفي حالة كان عندكم شي تساؤل حطوه في التعليق الخاصة بهذا الفيديو وإن شاء الله غنجاوبكم عليه. وكيف العادة ما تنساوش الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. بداية، فتح حساب جديد في بريد بنك كيكون مجاني، لكن هناك رسوم ديال صيانة الحساب اللي كتختلف من حساب الآخر. فمثلا حساب عادي بارتيكولي ثمن الرسوم هو 33 درهم كل 3 أشهر. اما بالنسبه للحساب المهني كونت بروفيسيونيل فثمن الرسوم هو 35 درهم كل 3 اشهر. ندوزو دابا للفيسمون. بحال جميع الابناك ما كيقطعوا لكم والو من غير فخي الدامبه اللي كتقدر بدرهم واحد، وهذا الاقتطاع ديال الدوله ماشي ديال الابناك. اما الا بغيتوا تخرجوا الفلوس ديالكم من الوكاله لداخل، الا كانت وكاله ديالكم كتخلصوا 12 درهم، اما اذا كانت وكاله اخرى كتخلصوا 15 درهم. اما بالنسبه للشيك فكتخرجوه بالمجان من الوكاله اللي فاتحين فيها الحساب. اما اذا غتخرجوه من وكاله اخرى غيقطعوا لكم 5.5 درهم. ولا عطيتوا الشيك لشخص اخر يتيري من اجونس اخرى كيقطعوا لكم كذلك 22 درهم. اما اذا غتخرجوا فلوسكم من الشباك الاوتوماتيكي ديال بريد بنك فهذه الخدمه مجانيه. وفي حالة خرجتوا فلوسكم من وكالة بنكية أخرى غيقطعوا لكم 6 ديال الدراهم. بالنسبة لطلب دفتر الشيكات فهذه الخدمة مجانية، لكن ضروري توفر فيك هاد الشروط. أولا توفر على بطاقة وطنية، ثانيا توفر على حساب عادي ماشي حساب توفير، وأخيرا ما تكونوش ممنوعين من دفتر الشيكات. غندوزو دابا لحساب التوفير لبريد بنك. خدم لنا حساب توفير الغد خاص بالأشخاص بين 18 و 25 سنة، وصندوق التوفير الوطني خاص بالأشخاص فوق 25 سنة. دابا غنهضرو على التحويلات البنكية لي فيغمون. إلا غندوز الفلوس من حساب بريد بنك لحساب آخر تابع لبريد بنك فالخدمة مجانية. أما إلا دوزنا الفلوس من الحساب ديالنا البنك مغاير فعندنا زوج ديال الحالات. إلا دوزناها من التطبيق الخاص بنا كيقتطعوا لنا 8.8 درهم، ولا دوزنا من الوكالة كتقطع لنا 11 درهم. وهنا عندنا التطبيق ديال بريد بنك، الاسم ديالو هو بريد بنك موبيل. اللي بغى يحملو غيلقاه في بلاي ستور ولا اب ستور. منو تقدروا تعرفوا جميع المعاملات اللي قمتوا بها، وكذلك تقدروا تخلصوا لي فاكتور ديالكم وتعبئوا الهاتف ديالكم وبزاف ديال الخدمات اونلاين. بالنسبه لغوميز تشيك، يعني تدفعوا شي شيك في الحساب ديالكم، اولا خاص الحساب يكون عادي وكيتقطع لكم 5 ديال الدرهم على هذه الخدمه. ندوزو دابا للبطاقات. فبالنسبه لبريد بنك عنده بزاف ديال البطاقات، وكل بطاقه والمميزات ديالها. باش ما نطولش الفيديو يمكن لكم تحطوا في التعليق البطاقه اللي بغيتوا نشرحها لكم، وغندير فيديو خاص على هذه البطاقه. دابا غنهضروا على الباقات. الميزه اللي فيهم هو الاعفاء من ثمن البطاقه وكذلك من رسوم الحساب. وهاد الباقات كل وحده كتعطينا مميزات خاصه بفئه معينه من المجتمع، وهنا غندوز عليهم بسرعه وغنخلي لكم الرابط الخاص بهم. اختاروا اللي بنت لكم مناسبه للوظيفه او السن ديالكم. فالباقه الاولى هو حساب الهنا، ثم حساب تميز، وحساب اساسي، وحساب ليك، وحساب جون، وحساب التزام، وحساب روابط، وحساب المقاول الذاتي، وحساب موظف، وحساب موظف بلس، وباك اوريزون. وبالنسبه للتامين عند بريد بنك بشراكه مع بنك الوفاء داروا 4 تامينات. التامين الاول هو تامين رحمه، هذا التامين خاص بالورثه ديال المؤمن، لانه لا قدر الله توفى كيعطيهم مبلغ رمزي كيغطي مبلغ العزاء، وكيختلف هذا المبلغ حسب نسبه الاقتطاع اللي كانوا كيقتطعوا المؤمن سنويا، واللي كيبتدئ من 60 حتى 130 درهم في العام. والمبلغ اللي كياخذوا الورثه بين 10000 درهم حتى 20000 درهم.
وتاني تأمين سميتو تأمين هبة خاص بحماية الأبناء في الأوقات الصعبة. وفيه زوج ديال الصيغ، الصيغة الأولى كيقطعوا لكم 125 درهم سنويا وكيعطيو الأبناء ديالكم 15000 درهم. أما الصيغة الثانية فكيقطعوا لكم 225 درهم سنويا وكيعطيو الأبناء ديالكم 30000 درهم. ثالث تأمين هو تأمين رضا خاص بمعاش الوالدين ديالكم. في الحالة الأولى إلا قطعوا لكم 125 درهم غيستفدوا الوالدين من 2000 درهم لمدة سنتين. أما في الحالة الثانية إلا كان لا اقتطاع هو 260 درهم كيستفدوا الوالدين من 3000 درهم لمدة 3 سنوات. ورابعا وأخيرا تأمين الشفاء خاص بالمؤمن في حالة تعرضه للحادثة أو مرض. في حالة اقتطاع 125 درهم سنويا كتستفدوا من 30 ليلة بثمن 100 درهم الليلة. في حالة اقتطاع 252 سنويا كتستفدوا من 25 ليلة بثمن 200 درهم الليلة. دابا غندوزو الحالة السفر خارج المغرب وبغيتو تخرجوا فلوسكم ببطاقة دولية كفيزا كلاسيك أو إليك. بالنسبة لفيزا كلاسيك كيقطعوا لكم 1.7% من إجمالي المبلغ اللي خرجته زائد 20 درهم. وإلا خلصتوا بها في موقع من المواقع الأجنبية كيقطعوا لكم 1.2% من المبلغ اللي خلصته وكيزيدوا عليكم 10 ديال الدراهم. بالنسبة للمستقبل البريدي كيقطعوا لكم مبلغ شهري ابتداء من 100 درهم وكيبقى يتجمع الطفل ديالكم حتى كيبلغ سن 18 سنة وتقدروا تزيدوا حتى 25 سنة. ثم ختاما غندزو السلف عند بريد بنك. كاين زوج ديال الانواع ديال السلف اللي كيقدمهم لكم بريد بنك. الاول هو سلف استهلاك والثاني هو سلف السكن. وسمحوا لي خوتي ما نقدرش نشرح اكثر في هذه الفقره، واللي فكر في شي قرض من هادو قبل ما يدخل فيه يتفكر هذه الايه. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صدق الله العظيم. وكآخر معلومة قبل ما نسالي الفيديو، من الأشياء اللي زوينة في بريد بنك هو أن الوكالات الخاصة ببريد بنك كثيرة ومنتشرة في جميع أنحاء المغرب وحتى في القرى النائية، بحيث كيبلغ العدد ديالها أكثر من 2000 وكالة. وهذا السبب كيتعتبر من أهم الأسباب اللي كتخلي الناس اللي ساكنين في هذه القرى النائية ينشئوا الحسابات ديالهم في بريد بنك عوض إنشائها في الأبناك الأخرى. إذا خوتي وصلنا لنهاية الفيديو. إلا عجبكم الفيديو ديروا جيم بارطاجيو مع الأصدقاء المهتمين بالمجال. إلا كان عندكم شي تساؤل حطوه في التعليق الخاص بهذا الفيديو. وإلا كانت هذه أول زيارة لك للقناة ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا أول بأول.